السبعة واثنين وخمسين دقيقة تراند دو جور توت سويت في الرثمايقة تراند دو جور. ملعب مجاز الباب هو الملعب الذي سيحتضن مباراة الأولمبي البيجي والنادي الأفريقي. هذا ما أعلنت عليه الهيئة المديرة للأولمبي البيجي بعد أكدة أن وصولات الجهوية لولاية بنزرت ما قبلتش مطلب الأولمبي البيجي باحتضان ملعب 15 أكتوبر ببنزرت للمقابلة ما بين متصدر البطولة نذكره وصاحب المركز الثاني النادي الأفريقي. كيف كيف فما مشكلة في علاقة بملعب البلدي بتستور ما خلى الاختيار يمشي للملعب ملعب مجاز الباب اللي اختاروا الأولمبي البيجي باش يحتضن مقابلة الأولمبي صاحب الأرض والجمهور والنادي الإفريقي في قمة البطولة في الجولة هذه، وفي مقابلة ستنقل على الوطنية وعلى قناة الكاس القطرية. فما فيديو في كيف كيف على ديوان سبور، فما فيديو سجله صديقنا حاتم جاسبار وقت اللي نقل مقابلة مستقبل جابس والأولمبي البيجي تلعبت في ملعب مجاز الباب. يورينا يعطينا فكرة على الملعب ناصر اليوم إلى حد اللحظة ذي، هذا هو الملعب اللي باش يحتضن مقابلة قنوية اليوم باش تعدي الملعب هذايا. ما نعرفش اسكو حاجة تمس من صورة البطولة نتاعنا وقت اللي غدو نحبوا نبيعوا البطولة نتاعنا القنوات أخرى ولا نعاودوا العقد مع القنوات هذه بمبالغ أكبر مداخيل أكثر للجامعة ولا للفرق. صورة كي هذه بين الأول والثاني المتصدر وصاحب المركز الثاني تتعدى هكا تقلق ولا لا الناس؟ قلق. أول حاجة أنا حبيت نقول لك رفيق اللي ما مفروض معناتها أبو جمعة سامحني مع احترامنا لأهالينا في مجاز الباب وللناس اللي في مجاز الباب هما بيدو من نجم يكون الملعب الوضعية نتاعهم يحلوا ملعب خير معناتها ننقدوا كل الملاعب. لا وهذا اللي باش يجرني باش نقول لك راهو المفروض أبو جمعة الكميتي الملعب اللي بدات فيه الأشغال أكثر من عام عندها وكان متوقع أنها تحضر في جوان 2024 مالوريزمون إلى حد الآن الجمعة اللي فاتت عملنا في تيار في لابري ماتش شفنا اللي تصور معناتها الحالة نتاع الأشغال إلى حد الآن نعد النجم نعديوها زار اللي عندنا التصاور زاد كيف كيف اللي الحالة نورمالمون بريفيو التيران راهو حاضر تجاو والملعب راهو حاضر باش الأولمبي البيجي نجم يلعب فيه المباراة نتاعو مالوريزمون إلى حد الآن مازال ما حضرش والمقاول مازال ما خدمش والتيران مازال ما تعشبش وما نعرفش علاش عندنا في تونس هالحكاية هذه الى متى باش نكملوا بها يا رفيق. احنا وقت اللي اليوم الحاجه الوحيده اللي صارت في 6 شهور هو البيسين نتاع بالفيدا وقت اللي قلنا في 6 شهور يحضر في 6 شهور احضر وشفناه وفرحنا به. الحاجه الوحيده اللي صارت في الفتره الاخرانيه كل في السنوات الاخرانيه كل ملعب المنزه شوف الاشغال كيفاش بدات وقصت في علاقه بالمنشات بالمنشات الرياضيه بصفه عامه. انا راهو نحكي لك هذه حاجه متوقعه على خاطر عملنا في تيار كامله فيها وبو جمعه الكميتي كان مفروض في جوان يكون موجود وراهو الاولمبي البيجي موجود التيران نتاعو راهو حاضر. اليوم باش تقول لي انت انا نخير ما يتعديش الماتش على خاطر راهو حاتم وقتها نهارتها جزبان ما فماش حل اخر نتاع ملعب اخر من على الشينا باش تنجم تلعب على خاطر الاولمبي. الحل الوحيد كان زكتوبر قال لك الامنيين احنا بتاتر ما نقبلوش الماتش هذايا ما نعرفش الدواعي انا ما نعرفهاش شنو معناتها باش ما عندهمش امكانيات اخرين. وانا نقول لك حاجه راهو حتى حاله الفلوس في 15 اكتوبر الصورات الجهويه مش كتب. رفض امني معناها ايه الصورات الجهويه معناتها تنجم تكون نشكو الولايه اللي دوي ما نعرفش امكانيه باش نلعبوا في كازا اكزاكتومون. وانا نقول لك حاجه بخلاف حاله الميدان والتصوير الخايبه حاله الارضيه راهو يحكيوا لي حاله ارضيه تبيع مر على الاقل 12 13 سنه بتعرف هذيك مخطره حتى على الملاعبيه اللي نجموا اللي قدر يصيروا دي بليسور يصيروا مشاكل صحيه راهو بالحق الى متى باش نجموا نقعدوا بالوضعيه هذه. راي رفيق بالحق الوضعيه نتاع الانفراستركتور في تونس كل مره تنبئنا اللي يراو عنا برشا مشاكل ظهر لي تصاور هذايا لابد حان الوقت باش نلقاو لهم حل سريع راهو خاصة كيما قلت انت اليوم ماتش كيما هذايا ماتش ديسيزيف ما بين الاول وما بين الثاني 13 نقطة 15 نقطة باش الناس الكل ترد الانتباه المباراة كي هذايا بين التصوير باش نعطيوها بين ايماج باش نعطيوها. مش امكانية تلعب في رادس مش تبع ياسر في الجورنال الاولمبي البيجي ما نعرفش يقبل ولا يقبلش الاولمبي البيجي ينجم الاولمبي البيجي مثلا يلعب في رادس ويقول لك يدخلوا كان ما نعرفش ما يدخلوش جمهور جملة مثلا على الاقل باش ما توليش جماهير الافريقي 20000 وشكون هو السوبوزي يلعب وشكون باش يتحمل الكريم تاع رادس؟ كريم رادس راهو ب 30 مليون
باش تمشي تلعب فيه ب 30 مليون ولا اكثر. راه الجمعيه زي ما تدفع مش مبليش. راه رادس راه كل جمعيه تلعب في تيران تخلص الكريم تاع الملعب. دوك اليوم ماشيين في انه المقابله ستجرى في ملعب توا نقول لك 15 اكتوبر يوم السبت ساعتين ونص باش بصير المباراه. باش تلعبوا في جلسه امنيه مجاز الباب. هذا مجاز الباب نقدم اللي ماش فما ان شاء الله فما حتى لاعب يتدرب لانه انت حكيت على الكاليتي نتاع التيران اللي هي تجم تقلق الملاعبيه كي يبداو مستنسين بحاجات معينه بكاليتي معينه ويمشيوا الكاليتي اخرى بعيده برشا على الكاليتي اللي مستنسين بها. وان شاء الله ان شاء الله تكون هذه اخر صوره تتعدى على الاقل نتاع مقابله نتاع الشامبيونات. نمشي معك في حاجه اخرى. راهو التابي كي تبدا قديمه مش عليك تلعب عزليز. راهو مش بالمخطره كلمه نقيه كلمه صغيره رفيقته كي انا كي قاعد من قبيله انت وناصر قاعدين يتحدثوا وانا نتفرج في فيديو تو بليه كاتويو البلاستيك يا اخي. عرفتوا ماك البيوت البريفابريكي نتاع لي شانتي يجي مثلا مهندس يشوف بلان ولا حاجه محلاهم يعملوهم كل شيء معناها هكا تحس كأنه شيء ما فهم. إيه موجود في ملاعبنا برشا ملاعب فيها مشاكل ساعات صحافي باش يمشي يعدي معناها يلقى صعوبه كبيره حتى في ملاعب انت ما تبعش برشا كوره نقيب حتى في ملاعب اللي هما يمكن من افضل ملاعبنا ساعات فما ولا الملاعب اللي مستنسين بيهم معناها في حواز العاصمه وكذا تلقى دي ديفيكولتي. دوك ما نجمش نلوم انا اليوم ملعب مجازي للباب لانه ماهوش مهيئ باش يحتضن مقابله بالحجم هذايا نتاع النادي الافريقي والاولمبي البيجي متصدر البطوله وصاحب المركز الثاني. ان شاء الله تعدى المقابله حلوة ان شاء الله كل ميورغاني حاسه عيد زوز على شوفوا برشا كوره ان امكن على كاليتي نتاع عشب انت قدها ناصر تفهم اكثر منا. والصوره مش باش تكون ولا بد للامانه كي باش نحل قناه الكيس القطريه ولا حتى الوطنيه نتاعنا ونلقى الملعب هذا دربي الشامبيونا معناها المقابله ثقيله مش دربي هو لكن بين الاول والثاني حاجه تقلق شويه. فرانسو جو ولا يلزمنا اون اكسبلور معناها ليفونتواليتي اللي قاعدين يعملوا فيها في انجلترا. يا خويا اجا انت مثلا جروب كبير اجا انت مثلا مستثمر كبير اعطيه ستاد اي هاي وكل شيء ويقعد 30 سنه ويتعرف استاد فلان الفلاني في الجهه الفلانيه معناها اوموان نجموا نعملوا اربع خمس استادات يكونوا ريفيرونس في ولايات مفرقين على الجمهوريه واوموان يلعبوا اذا يكريوا. مش يخلص استادات ليه معناها تعطيه انت تعطي الواحد يهيئ استاد ويريقلوا كل شيء والصيانه يحمل اسمه ديزا اشهار لي هو في كل هكا نحن نحكي برشا فلوس تحكي على ملعب كوره حاتم في ملعب كوره كي مع معناها اللي شيل نتاعنا اللي شيل نتاعنا مروا البرا كي يعملوه ياخذوه دي جروب تحكي على دي جروب معناها كيما لارينا في الاميريتس في المليارات معناها انفستيسمون نتاع ملعب 80 و90 و100 مليار بالنسبه لي حتى تسكر ب 600 الف ولا وتسكر ب 600 دولار و300 دولار تخلص من بعد مش نفس نعملوا حاجه مش نفس جرمنا. الاكراهات ومش نفس الكونجونكتور دونك يصعب شويه تطبيقه هذا. ان شاء الله مقابله مزيانه باش تلعب غادي توا دونك حس عيد للزوز فراق ونتمناو صور ما افضل في علاقه بالكوره نتاعنا والرابطه المحترفه الاولى لكره القدم. نعود بعد الاخبار رفمك حتى للتسعه ونص.